السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله هذه هي دورة تدريبية جديدة أو ورشة تعليمية جديدة. هذه هي الورشة الثالثة. سوف نتحدث في هذه الورشة عن كيفية بناء تطبيقات ديسكتوب لوكيشن عن طريق بايثون وعن طريق تيكنتر وباستخدام طبعا داتابيز انجن وهو بوستجري سيكول. قبل ما نبدأ نذكر أو سوف نستعرض عدة الورش اللي هنا في عام 2019 اللي تم انهاء بفضل الله في عام 2019. اولا ورشه ال 3D CAD موديلنج في عن طريق الاوتو كاد. في ايضا ورشه تدريبيه ل 3D CAD درونج عن طريق البلندر. تحدثنا عن بلندر 2.8 وايفي. تحدثنا عن ورشه تدريبيه عن لكيفيه كتابه نص ثلاثي الابعاد. ايضا تحدثنا عن بدانا عده دروس تقريبا هنا منهم بفضل الله 60 درس عن طريق التيبس والتريكس في بلندر وكانت عباره عن دروس تدريبيه يوميه. ايضا تحدثنا عن بايثون ادفانسد كورس. تحدثنا عن الماتبلوتليب. تحدثنا ايضا عن بدانا كورس في الاتش تي ام ال والسي اس اس. بدانا كورس في البلندر باللغه العربيه في 2.79 اللي هو الكورس الشامل لبلندر. ايضا تم عمل ورشه في شهر رمضان بفضل الله وكانت عباره عن تصميم بزنس كاردز. طبعا كان في ورشه ل واتش ديزاين كانت عباره عن 6 دروس. طبعا كان في ورشه فقط لموديلنج لتصميم مدينه لندن القديمه. الباقي كانت عباره عن دروس ولكن البلاي ليست الباقيه عباره عن دروس من عام 2017 لكن معظم هذه الدروس او البلاي ليست فضلا تم شرحها في عام 2019. ده كده عباره عن الدروس اللي تم انهاء بفضل الله. وهذه هي الدروس والقناة. طيب هنبدا باذن الله في هذه الدوره التدريبيه لكن قبل ما نبدا هنشوف احنا محتاجين عشان نبدا في هذه الدوره. هنحتاج طبعا بايثون. هنذهب الى بايثون. بايثون هي طبعا بروجرامينج لانجوج فري من اشهر اللغات او تلي الجافا جافا سكريبت. ترتيب احيانا يكون الثاني او الثالث في كل عام لكن هي تعتبر من اكثر اللغات المطلوبه. ليه بنستخدم بايثون وما بنستخدمش لغه ثانيه؟ هذا السؤال على حسب الاستخدام. قد تكون البايثون الافضل في استخدامات معينة وقد تكون غير الأفضل. اللي بيحدد هو استخدام وسوف نتطرق الفرق بين البايثون واللغات الأخرى في فيديو منفصل بإذن الله. لكن هنذهب إلى داونلود في نسختين 3.7 أو 3.8. 3 نسخة 3 بدأت من 2008 أو 2009 تقريبا فيها منها حاليا 3.8 وفي طبعا 2.7 او 2.8 لكن احنا الافضل استخدام 3. الافضل استخدام 3 لان معظم المكتبات حاليا بتدعم 3. قد يكون المكتبات الجديده او الدرايفرز الجديده اللي هتبقى تعمل وصله او كونكشن ما بين الداتابيز والبايثون كود قد تكون هذه الدرايفرز لا تدعم 2.7 والكلام ده هنشرحه بعدين ان شاء الله. طيب لو ممكن نذهب الى ويندوز منها هنا وعلى حسب طبعا النظام نظام التشغيل في 2.7 و 3.8 فالافضل يعني ممكن يتم تحميل النسخة الافضل. كل نسخة طبعا في منها 64 و 86 على حسب نظام التشغيل. كلام سليم. حملنا الملف وعملنا الانستال. بعد ذلك الخطوة الثانية نضيف البايثون الى variables في تشيك بوكس في الانستال. ممكن نذهب add بايثون to system var. هذه الخطوه فقط في في ويندوز. افترضت كلام سليم. فهنا في تشيك بوكس بهذا الشكل او هذا التشيك بوكس حاليا بيقوم بالتحميل.
طيب هذا هو التشيك، في انستال وفي اد بايثون 3 2 باس، فنقدر نضغط تشيك فقط على هذا اد بايثون 3 2 باس، وبهذا يكون هنضيف البايثون الى الباس. ليه بنعمل هذا الكلام؟ عشان نذهب مباشره الى الكوماند لاين. طيب ايضا في هنحتاج شيء اسمه سي ام دي اي ار، غير ضروري ولكن يفضل، هو محاكاه للكونسول لكن بيكون شكله افضل وبيكون استخدام افضل بهذا الشكل. في منه نسخه لايت وفي منه نسخه فوق، يعني نسخه فيرجن كامله. في الداونلود اللي هو الداونلود فول، وفي اللايت ده الحجم 118 والحجم 9 ميجا، يعني الافضل فينا طبعا بعض الشورت كاتس، ولكن انا شايف ان ده طبعا ده الفرق الجوهري ما بين ده كده الديفولت وده كده الكوماندر. طيب هنستخدم ميزة ان لما نضيف البايثون الى السيستم فاريبل، عشان لما نقول ان ده بايثون فمباشرة هيظهر لنا ان ده 2.7. لو البايثون ما تضافش الى السيستم فاريبل هذه القائمة لن تظهر. بيحس لما يكون في بايثون شيل ممكن نكتب مثلا وليكن اطبع لنا هيلو. إذن لما ممكن نستخدم البايثون كود في هذه الشاشة. طيب بعد ذلك هنحتاج داتابيز. في داتابيز متاحة، يعني في أنواع كثيرة من داتابيز. في أولا ريليشنال داتابيز وفي نون ريليشنال داتابيز. الريليشنال داتابيز بتكون الجداول مرتبطة ببعضها، بمعنى ان في مدرسة وليكن فيها عدد student وعدد teachers وطبعا عدد فصول، كل فصل في عدد من student، كل class او كل فصل في عدد من teachers، وليكن الفصل الاول في 30 طالب والفصل الاول في 4 مدرسين، الفصل الثاني في 35 طالب والفصل الثاني في 5 مدرسين وفي 2 مدرسين مشتركين من الفصل الاول والثاني. يبقى ده كده الريليشنال داتابيز. ولكن النون ريليشنال داتابيز ما بيكونش فيه ارتباط بالتيبل، ممكن يتم انزرت للداتا بشكل غير منتظم، ما فيش ارتباط بين الجداول، ويتم ارسال الداتا او تخزين الداتا على هيئه ديكومنتس. فده الفرق بين الريليشنال داتابيز. من اشهر النون ريليشنال داتابيز وهو المونجو دي بي، ده كده اشهر نون ريليشنال داتابيز، هو موست بوبولار داتابيز فور مودرن اب، وبيتم الاستخدام فيه. طيب هنفترض احنا كنا شرحنا تقريبا على القناة، لكن من الريليشنال داتابيز في سيكول اللي هي ماي سيكول. سيكول ده هي سيكوينشال كويري تقريبا داتابيز، او في ستاندز فور ستراكشر كويري لانجويج. في منها ماي سيكول وفي منها بوست جري سيكول وفي ايضا سيكولايت اللي هي امبيدد. سيكولايت حقيقة مختلفة تماما عن اي داتابيز، لان السيكولايت بتاتي امبيدد مع بايثون، يعني مش محتاجين نسطب ليها درايفر مختلف. ثانيا ان السيكولايت امبيدد ممكن تبقى ليها ميزتين، اللي هي ميزة الاولى اللي هي لايت محتاجش لا تحتاج ابدا درايفر الا لو كنا بنستخدم فيرجن قديمه جدا 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 من بايثون. وثالثا النقطه الثالثه ان سيكولايت ممكن تبقى امبيدد في اي اندرويد ابلكيشن او في اي ديسكتوب ابلكيشن، فده ميزه لا تحتاج الى درايفر اكسترنال او لا تحتاج الى سيرفر. ده كده ميزه السيكولايت. السيكولايت ممكن يكون في هاندلنج لداتابيز تصل حجمها الى 2 جيجا بايت او 3 جيجا بايت. فده كده طبعا شرح للسيكولات، بيذكر ان هي بتعتمد على سي لانجوج او لغه السي لانجوج. باذن الله هنحاول نشرحها في دوره تدريبيه منفصله باذن الله. طيب كده احنا عرفنا الفرق بين الريليشنال داتابيز والنون ريليشنال داتابيز. احنا هنستخدم في هذا الدوره التدريبيه وفي هذه الورشه بوست جري سيكول. هنذهب الى الموقع مباشره، ثم بعد ذلك نذهب الى داونلود.
طبعا في لينكس وفي ماك وفي سولاريس، كل نظام تشغيل ليه ليه طبعا سورس مختلف. في هنا نسخ للبوست جري سيكول، في نسخة 12 بيذكر في كل سنة. هنستخدم نسخة إن شاء الله النسخة العاشرة. نذهب إلى داونلود ونحمل. لو نسخة ويندوز 64 فنستخدم أي صف من هذه الصفوف على حسب النسخة. دي النسخة الأخيرة 12، فأنا شايف إن النسخة العاشرة بتدعم كل الأنظمة فممكن يتم استخدامها. داونلود من هنا لو نسخة ويندوز 64، داونلود منها هنا لو نسخة ويندوز 32 بت، نسخة ويندوز 32 وهنا 64. طيب بعد ذلك هيكون في طبعا اكسكيوتبل فايل يتم التسطيب مباشرة، ولكن بقى عند التسطيب هيكون في هيسألنا عن باسورد، فيتم كتابة الباسورد في خانة الباسورد، أي باسورد، ويتم حفظ هذا الباسورد لأننا هنستخدمه بعد ذلك. بعد ذلك نذهب مباشرة إلى ممكن نذهب من هنا ثم نكتب سيكول، هيبقى في باي سيكول بهذا الشكل، فيظهر لنا قائمة بهذا الشكل. السيرفر لوكال هوست مفيش مشاكل. الداتابيز بوست جري سيكول هنستخدمها، ولكن أولا لو في لو كنا أنشأنا قبل ذلك داتابيز فيتم كتابة الداتابيز ها هنا، ولكن هنا كان في سكول اس سي فيكتب اسم السكول ها هنا. بعد ذلك البورت 5432، اليوزر نيم بوست جري سيكول، هيسألني عن الباسورد، هكتب له الباسورد اللي أنا معرفه مبدئيا قبل ذلك. لو كتب الباسورد غلط طبعا مش هيبقى فيه انتر، فهو كتب لنا ان طبعا في لوجن للداتابيز وبنستخدم بوست جري سيكول. كلام سليم. طيب في بعض الاوامر ازاي هنشوف احنا هنمشي ازاي في هذه الورشه التدريبيه. اولا هنعرف الجميع او معظم الاوامر المهمه في البوست جري سيكول في السيكول شيل. بعد ذلك يتم شرح التيك انتر. بعد ذلك يتم شرح في الجزء الثالث ان شاء الله كيفيه ربط البايثون كود بالداتابيز. طيب خلينا نبدا ازاي ننشئ داتابيز. فهنكتب او نكتب هنا كرييت داتابيز. طيب في نقطتين، ممكن نكتب الحروف سمول بهذا الشكل او ممكن نكتبها كرييت داتابيز، ولكن هنسمي هذه داتابيز classes db او school db sch db. ثم نضغط انتر. بعد ما نضغط انتر هيكون فيه هيظهر لنا رساله. الرساله كتبت ان create database، بمعنى ذلك ان انشانا database. لو كتبنا l فاذا ليست جميع داتابيز، فاذا اول داتابيز بوست جري سيكوال سكول دي بي وفي ستودنت دي بي. اذا هنستخدم كونكت لسكول دي بي، لكن اولا ممكن نشوف امر مختلف. كرييت داتابيز اسمها ديمو. بعد ذلك دروب هنشوف امر ازاي نحذف داتابيز. فكيفيه حذف الداتابيز عن طريق دروب داتابيز اللي هي الديمو. كلام سليم. فاذا كتبنا دروب داتابيز بمعنى ان تم حذف الديمو. معنى ذلك لو كتبنا الى الابل الليست للداتابيز باك سلاش ال، فاذا ما فيش اي ديمو في هذه الصفوف. طيب ازاي نستخدم كونكت. اولا هنذهب الى كونكت ل سكول دي بي. بيذكر ان احنا بنستخدم حاليا سكول دي بي. طيب بعد ذلك كرييت، زي ما ذكرنا قبل ذلك اي داتابيز موجود فيها عده صفوف او عده تيبل، كل جدول مكون من صفوف عمده. طيب اولا هيتم انشاء اول تيبل كرييت تيبل. هذا التيبل وليكن هيكون اسمه هذا التيبل ممكن يكون تيتشرز.
يكون فيه نيم عبارة عن تكست بعد ذلك teachers يكون في وليكن ال age عبارة عن integer ثم المادة subject ما كنا نذكر subject أولا فهذا ال teacher بيقوم بتدريس subject text ثم وليكن ال age أو name subject و class وليكن class text and بعد ذلك كل line أو كل سطر بينتهي بسيمي كولن فإذا أنشأ table ممكن نظهر جميع البيانات اللي في هذا teacher موجود name و subject و class كلام سليم جدا insert كيفية إدخال بيانات في هذا التابل insert into teachers بحيث إن في teachers في name وفي subject وفي class values هذه القيم أول قيمة عبارة عن هو اسم المدرس ثاني قيمة عبارة عن بيدرس مادة وليكن physics ثالث قيمة وهي عبارة عن ال class وليكن class a b وليكن ثم ننهي بسيمكولن نشوف هو بيذكر ان ال كولم غير موجود فالمفترض ان نكتب الأسامي كل هذه الأسامي ب فاصلة واحدة بهذا الشكل ثم تمام يبقى إذن تم إدخال صف واحد يعني تقوم بإدخال قيمة مختلفة هذه القيمة وليكن بهذا الشكل insert 01 ممكن نكرر هذا الأمر عدة مرات بعد ذلك select everything from هذا الصف وهو عبارة عن teachers إذن ذكر عندنا في عدة قيم أول قيمة هي الصف الأول يتم دراسة مادة subject والكلاس A ده كده المدرس الأول المدرس الثاني المدرس الثالث المدرس الرابع كلام سليم جدا ممكن نختار select name from teachers where class equals AA هنشوف هل كلام سليم where class هيساوي تمام احنا اخترنا الاسم لا المدرس اللي يعني احنا بنختار name من teachers يعني بنختار اي اسم في teachers table ممكن teachers table دي يكون عبارة عن 2000 او 3000 صف 2000 او 3000 انزرت ممكن يكون الكلاس A فيه وليكن بيدرس فيه وليكن 50 مدرس وليكن فاذا هنختار عدد الصفوف او عدد المدرسين مش هنختار المدرسين جميعا ولكن هننظر فقط النيم اسماء المدرسين اللي بيدرسوا في هذا الكلاس اللي هو AA هو اظهر لنا لاننا عندنا فقط النيم محمد اذا
أظهرنا فقط النيم بهذا الشكل، وكتب إن في 1 رو. طيب بعد ذلك ممكن يتم إنشاء تيبل آخر، فإذا كرييت تيبل هنسمي هذا التيبل ستودنتس. في أولا نيم، هذا النيم عبارة عن تكست، ثم بعد ذلك الايج، هذا الايج عبارة عن انتجر، ثم بعد ذلك نيم وايج. ممكن نذكر للطالب ممكن يكون مارك، بريفيس مارك او توتال مارك، توتال مارك هتكون انتجر، او المفترض تكون دبل ولكن هنتركها انتجر. فيظهر عندنا تيبل. كلام سليم جدا. هل ممكن يتم اظهار جميع التيبلز في الداتابيز؟ ممكن اظهار جميع التيبلز في الداتابيز عن طريق باك سلاش دي، ولكن دي سمول. فاظهر عندنا ان في 2 تيبلز، تيبل بابليك اسمه ستودنتس، وتيبل بابليك اسمه تيتشرز، والاونر هو اليوزر اللي هو بوستج اجريس. كلام سليم. كده يبقى احنا يعتبر غطينا جميع الاوامر باذن الله في الكوماند شيل للبوست جري سيكول. بعد ذلك نذهب مباشره الى تغطيه جميع الاوامر في التيك انتر، او ان شاء الله هنغطي جميع معظم الاساسيات للتيك انتر. قبل ما نذهب للتيك انتر نذهب مباشره الى اي لوكيشن في ديسكتوب، ثم نذهب الى طيب انا ذهبت مباشره الى فولدر الورشه التدريبيه، وهذا الفولدر هنقوم بانشاء هذا مباشره تشينج دايركتوري، ثم نقوم بانشاء فيرتشوال انفايرمنت ببايثون 3. هنستخدم بايثون 3 لو ما فيش، لان عندي في الجهاز في بايثون 2 بايثون 3، فبكتب بايثون 3 ام فيرتشوال انف، ونكتب هنا وليكن اسم الفيرتشوال انفيرمنت. كلام سليم. لكن لو ما فيش غير بايثون نسخه واحده فقط، فنكتب فقط مباشره فيرتشوال بسهوله جدا، فيرتشوال انف، وهنا انف وليكن اسم الفيرتشوال انف انف. لكن ده طبعا نكتبه طبعا هنا في الكوماند لاين. فهنا نشرح مفهوم وهو كونسبت اسمه الفيرتشوال انفايرمنت. كلام سليم. من الاشياء في البايثون ان كل مكتبه لها ديبندنسيز معينه، لا بتعتمد على بعض اللايبرز. فلو شغال مثلا مباشره حاليا على مشروع معين، بيحتاج للمشروع نسخه من البوست جريسيكول ونسخه من تيك انتر، وهذه النسخ وليكن 1 و2. اشتغلنا وليكن كشغل ككورس او كشغل لعميل معين، هذا العميل بيطلب ان عنده مشروع قديم، هذا المشروع بيستخدم تيكنتر فيرجن 0.5 ومكتبه معينه، وليكن هذه المكتبه وليكن اي مكتبه ممكن فلاسك او اي مكتبه او بايلو او اي مكتبه، هذه النسخ نسخ قديمه وليكن 0.1 0.2، مش نسخة 1.2 اللي احنا شغالين عليها حاليا في الجهاز. فإذا هنضطر نحذف النسخة 1.2 اللي هي النسخة اللي مسطبينها في البايثون، ونسطب النسخ 0.5 و0.8 من المكتبات الأخرى. نأتي بعد ذلك نريد استكمال المشروع الحالي اللي مش شغالين عليه، مشروع مثلا وليكن شخصي. فإذا هنضطر نرجع النسخ البوينت اللي نسخة 1.2 الأساسيين، وهي آخر نسخ حديث. فهذه غير طريقة غير تقليدية وغير مفيدة ومجدية بالمرة. وأظهر مفهوم هو اسمه virtual environment. فالvirtual environment هو عبارة عن environment البايثون بتعزل جميع المكتبات، كل مشروع بحيث كل مشروع يكون لمكتبات مخصصة، بحيث ممكن يتم عمل عزل عدة
مشاريع أو عمل عدة مشاريع مختلفة بمكتبات مختلفة في نفس الوقت بدون الحاجة إلى تسطيب أو إعادة تسطيب عدة مكتبات. ده المفهوم ببساطة عن الـ Virtual Environment. فنذهب مباشرة إلى CD Envy CD Scripts Activate منها هنا. ثم بعد ذلك بعد الاكتيفيت بيب انستال البايثون مباشره بياتي بايتكنتر، فمش هنحتاج نسطب ايتكنتر لانه موجود بالفعل. هنحتاج نسطب بيب انستال في درايفر عشان نستخدم نوصل التيكنتر بالبوستجريسيكول. فنستخدم مكتبة اسمها BSY كوبج، تنطق تقريبا يعني ساي كوبج 2، ونستخدم فيرجن 2.7.5. المكتبة بسيطة جدا تقريبا 1 ميجا، فتم تسطيب المكتبة مباشرة بالفعل. ثم بعد ذلك هنستخدم شيء اسمه كود إديتور. من الكود إديتورز الشهيرة هو ليكن في براكت، في أتوم، في سبلايم، في نوت باد بلس، ولكن هنستخدم ده طبعا فيجوال ستوديو كود. هنستخدم فيجوال ستوديو كود، طبعا دي كلها سبلايم تكست وفي أداة كود إديتور مختلف. داونلود فور ويندوز، واللي إنستال ما فيهوش أي مشكلة. بعد ذلك هنكتب هنا بعد الإنستال كود يتم فتح نافذة للفيجوال ستوديو كود في هذا السورس أو في هذا المكان. تمام، إن شاء الله في هذا الدرس هنستعرض أول مفهوم من التي كنتر. تنطق تي كنتر بهذا الشكل، تي كنتر، كلام سليم. أولا هنستورد ملف أو مكتبة تي كنتر. ثانيا هيتم تعريف أوبجكت وهو الماستر. أو ثالثا هيتم في فانكشن اسمها المين لوب. بعد ذلك ما بين التعريف وما بين المين لوب تكتب اي كود او اي تعريفات كما تشاء. تمام، كلام سليم جدا. هو احنا فتحنا السكريبتس كانها، طيب احنا نرجع خطوه للانفي وهنرجع برضو خطوه للبوست جريسيكول وميك دير سورس ثم سي دي سورس ثم كود ها هنا، لان فتحنا نافذة الفيجوال ستوديو كود في مكان سكريبتس وهو غير مش محتاجين نفتح هذا الكود ايتور في السكريبتس فانكشن في السكريبتس فولدر. كلام سليم جدا. بعد ذلك طيب ثم بعد ذلك المفترض الكود دوت طيب اولا هنبدا اول سامبل، هنبدا عده دروس تدريبية وعدة شروحات عن التي كنتر. هنبدأ وليكن أول لسون لسون 1.bio. أي ملف طبعا بايثون بيبدأ بدوت باي. الكلام طبعا ده للمبتدئين، بنكتب هنا الكود وبعد ذلك نذهب إلى السورس وبايثون ونكتب لسون 1.bio. طيب وليكن لو كتبنا هنا وليكن برينت 5 × 6، اكتب لنا ناتج 5 × 6 عبارة عن 30 بهذا الشكل. او اطبع نكتب وليكن اكس بيساوي input of enter first number، ثم الواي عبارة عن input enter second number، ثم الزي هيساوي اكس
في واي ثم اطبع لنا إز اطبع لنا ان الريزلت عبارة عن string of z and the integer of x multiplied by the integer of y. كلام سليم جدا. ده كده عبارة عن مثال توضيحي لفكرة أو مفهوم البايثون. طيب احنا نبدأ مباشرة هنا هذا الكود ونكتب بايثون ليسون 1. الفيرست نمبر وليكن 45، السكند نمبر 2، الريزلت 90، ضرب لنا 2 في 90. مرة أخرى، أول رقم 12، تاني رقم 12، 144. مرة أخرى، طبعا كده الكود شغال بفضل الله، يبقى الريزلت 112. ممكن طبعا عمل هذا الكود يكون ادفانسد. طيب إذا حاليا هنذهب هنا نكتب لسون 2.py بما اننا هنحتاج هذا الكود بعد ذلك، او يعني هسيبه ك لان هنرفع ان شاء الله هذه الملفات كستورت فايلز، فهسيب هذا الكود ونبدا درس او لس او ملف جديد نشرح فيه tkinter. اولا هنستورد tkinter as tk، ثم بعد ذلك هو ممكن نكتب هكذا، ولكن هنحتاج اولا from tkinter import everything. هنقول ان النافذة عبارة عن tk object، الويندو هذه النافذة التايتل بتاعها وليكن welcome to angle academy، ثم بعد ذلك الويندو دوت مين لوب. عملنا سيف لهذا الملف، ثم نذهب مباشرة إلى الكوماند لاين بايثون ليسون 2.py مباشرة. هيظهر هذه المفترض يظهر هنا. فإذا هذه هي النافذة ويندو، استوردنا tkinter هي المكتبة طبعا اللي هي جيو ابلكيشن. طيب خلينا نتحدث عن الجيو ابلكيشن. في البايثون في tkinter هو ياتي مباشره مع البايثون، زي السيكولايت بياتي مباشره مع البايثون. ميزه tkinter هو افضل جيو فريم ورك لعمل ديسكتوب ابلكيشن في البايثون، لانه سواء كان على لينكس او الماك بيظهر تولز في كل على حسب كل نظام. يعني البرنامج او الابلكيشن في الويندوز هيكون شبيه بالويندوز بهذا الشكل، ويندوز 10. في الماك هيكون شبيه بماك. في الليبل هيكون الليبل هو او الباتون هو باتون في اللينكس، هو الباتون في الماك. كل يعني بيكون على حسب كل نظام بيظهر الادوات او التولز او الجيوي انترفيس على حسب كل نظام. في بعد ذلك في عدة مكتبات، منهم في الكيفي فريم ورك، وفي ايضا الباي سايد، طيب احنا ده كده كان عبارة عن طيب احنا كده تعرفنا على كيفية كتابة او انشاء ويندو. ففي الدرس الثالث ان شاء الله او في الليسون ملف الليسون ليسون 3.by نفس اللي في ليسون 2. في هذا الدرس سوف نتعرف على كيفية how to make a label، نفس اللي في الليسون 2 هنستورد التيكنتر، ثم بعد ذلك هيكون في ويندو، ثم بعد ذلك في تايتل، ثم بعد ذلك بين زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك
اي ابلكيشن هيكون فيه دول ثابتين، الاربع سطور دول ثابتين. ولكن هنا بوت ممكن هنا رايت يور، هنا نكتب رايت يور كود. ففي اللي بيقل هو ليبل، هو عبارة عن موجود في الويندو، التكست يسمى وليكن يور نيم، و ال بي ال دوت جريد كولم هيساوي صفر والرو هيساوي صفر. طيب خلينا نشوف اللي حصل. احنا ذكرنا ان في ليبل، ممكن نستعوض عن الفاريبل نيم ونكتب ليبل دوت جريد يكون سطر واحد. ولكن نذكر ان اللي بي ال ده عباره عن ليبل اوبجكت موجود في الويندو، ما عندناش غير الويندو في هذه القائمه او في هذا الملف، والتكست اللي هيظهر على هذا الليبل هيكون يور نيم. ثم بعد ذلك هنضع هذا الليبل في الابلكيشن. في عندنا جريد وفي بليس دوت بليس وفي دوت باك. الجريد هيبقى في جريد يعني صفوف اعمدة، ذكرنا ان هو في الصف الزيرو والكولم زيرو يعني في اول صف وفي اول عمود. ثم ذلك نشغل الابلكيشن، هنحفظ الملف ونذهب مباشرة ليسون كلام سليم. نفترض هنلغي هذا بايثون ليسون 3.py. تمام. فاذا في الصف الاول والعمود الاول ذكر ان يور كتب لنا يور نيم وهو اسم الملف. لو غيرنا طبعا هنا يور نيم نكتب هنا this is the first text which has been appeared based on Python. Alright, and I will save and go directly and run this application. So, إذا مباشرة ذكر لنا إن this is the first table، بمعنى إن لو غيرنا التكست، الخلاصة إن لو غيرنا هنا التكست اتغير طبعا هنا التكست بناء عليه. ملاحظين إن ال إن ال الويندو على مباشرة هي نفس حجم الليبل. ففي بعض الأدوات الويدث والهايت فنذكرهم إن شاء الله في درس قادم بإذن الله، عشان ما تكونش هذه الورشة التدريبية بصعوبة أو يعني ما تكونش مضغوطة. هنقسم هذا الدرس على عدة أو هذه الورشة التدريبية على عدة دروس. ده الدرس الأول، وإن شاء الله نستكمل التكنتر في الدرس الثاني بإذن الله.